تجربة مدمن. الآن جاء الدور مع الأخ فهد بن سعيد. والله كانت حياتي حياة شقة تعاسة، لا هي حياة سعادة أبدا. نطارد وراها المخدرات وإشباع رغبة النفس، نطارد وراها الشياطين، شياطين الأنس ومعهم، ومن أين ما راحوا وليتكم تشوفون وين ندخل، ندخل بيوت جميلة ولا بيوت لا خربات وأنتم كرامة يعني. والله ما يدخل حتى الكلب إذا مرها صد عنها، فأنت تلقى ندعس فيها يعني. والواحد تلقى متلطم وش يحتري ما واحد من بعده يجيب له خمر ولا يجيب له حبوب ولا يجيب له بلاوي. هذه المحلات اللي نعم لا تفكرون يا أخوان، كل يمكن عندكم خبر وأكثر الشباب وقع فيها وهداها الله، والله هذه. لكن المحلات الطيبة والمساجد بيوت الله إلى مرها الواحد صد. ليه؟ الشيطان لعنة الله عليه ما يبي لنا الخير، هو يبينا معه في نار جهنم. فيا أخوتي في الله، والله ما عرفت السعادة ولا عرفت الحياة إلا بعد الرجوع إلى الله. والله ما عرفت السعادة ولا عرفت الحياة إلا بعد الرجوع إلى الله. أنا كنت سابقا أبو خالد وشهرة وطقطقة، وين موكب الزاحم ولا الناس عند أبو خالد. لكن هذه ما لها سعادة يا جماعة الخير، سعادتها ثواني دقائق كل راح البيت وانتهت. حتى اللي تسمع أغنية بعد يمكن يزهق منها يقول هذا صجنا يا رجال، هذا بشريط. ما في سعادة يا جماعة الخير إلا في الإيمان حلاوته يا جماعة الخير. والله أنا كنت ما كنت أتوقع إن هذه الحلاوة في هذا الدين يا جماعة الخير. أقول وين أنا، وين نايم أنا من سنين يا جماعة، ضايع. وجربوا والتجربة أكبر برهان، جربوا أنتم جربوا. ولا مو بيقول أحد يصلي يومين ثلاثة أيام أربعة أيام يهول، لا يصبر شوي وبيجيك الشيطان وبيقول لك اترك يا رجال بن سعيد كذاب، اترك خله يولي بس. والله هذا يا اخواني والله اقولها من كل قلبي، والله العظيم يا الرجوع الى الله ما فيها احسن منه على وجه الدنيا. واذا ركع الواحد هالمكتوبات ثم رجع الى بيته وصاحب الناس الخيار الطيبين الاصدقاء الذين يعونونك في حياتك والاستقامه، حتى وانت تمشي في الشارع تمشي مطمئن مرتاح. والله أول إننا إذا خرجنا من بيوتنا لن تقول ملحوقين، وحنا ما سوينا شيء بس علامة. أما راتب مع واحد مع بلاوي، ولا أنت في بطنك بلاوي، ولا ماكل المخدرات، ولا مرت النجاك إلى الله لهم، حتى لهم ما دروا عنك تلقاك أنت تعلم على نفسك من اللي أما لفيت وصدمت ولا قمت تنافض وهم ما دروا عنك. والله صحيح، ولكن الاستقامة والله يا جماعة الخير ما أحسن منها. تمشي الساعة 3-4 من يقدر يقول لك شيء؟ إذا كنت راح المسجد ولا راح ولا جاي من محاضر ولا جاي من سفر وانت نظيف، ما حد يتعرضك ولا يقول عينك كذي من الأخر. ولا والله ما أنصحكم إلا من البلاوي هذه، هي الدمار وهي التي تقضي عليكم. وانتم في زهرة الشباب يعني، احنا خلاص تعدينا 40 والمسؤولية عليكم انتم الآن، مسؤولية عليكم، مسؤولية البلد. بدلوا عشرة بن سعيد بتسجيلات إسلامية تفيدكم في حياتكم. والطقطقة والله ما فادت أحد، بل من جرف إلى دحديرة ويا قلب لا تحزن. وسوى يعرفك على أخس الناس، وارد للناس، إذا وقعت هرب وخلاك. هذولي أصحابنا في الماضي الحمد لله بدلناهم بهالوجه الطيبة، فما بالكم بهذولي يقفون مع في يقفون معك في مهنتك وفي ضيقك، يزرونك إذا مرض رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك فسيح جنته. فهد بن سعيد، كنت مثالا رائعا في الرجوع إلى الله. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. جوال تذكر.